استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الخليل بحجة طعنه جنديا من قوات الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي. أهالي 17 شهيدا في الخليل يواصلون اعتصامهم للمطالبة باسترداد جثمين أبنائهم. الاحتلال يخطر بهدم 12 منزلا في قلقيليا بحجة عدم الترخيص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار التاسعة من تلفزيون فلسطين. استشهد الشاب إيهاب فتحي زكريا مسودي برصاص الاحتلال بحجة طعنه جنديا من قوات الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص على الشاب بدعوى طعنه جنديا وإصابته بجروح خطيرة. وفي القدس المحتلة استشهد الشاب عمر سكافي برصاص الاحتلال بزعم محاولته طعن عدد من المستوطنين. إعدام الشهيد عمر ياسر سكافي 21 عاما بزعم محاولته الدهس ثم الطعن غربي القدس المحتلة يرفع عدد الشهداء المقدسيين منذ بدء الهبة الشعبية إلى 28 شهيدا، واحتجاز جثمانه يرفع عدد جثمين الشهداء المقدسيين المحتجزة إلى 15 جثمانا. وجع جديد زاد ألم مدينة مكلومة لم تهدأ يومنا بفعل استهداف كامل مكوناتها. صلى العشاء وضل طول على رحن صاحبه، ما سمعنا الا استشهد الله يرحمه. هم بدعوا انه هو عمل عمليه طعن، بس ابني لا ولا بيطعن ولا هم صاروا يستفزوا الشباب والصبايا يحطوا جنبهم سكاكين يقولوا انهم هم اللي بدهم يعملوا عمليات. هنجوز ونخطب له كنا والحمد لله. بدور على شغل بشتغل عشان قال بدي اتجوز يما خطبي لي وتجوزي لي. قلت له ان شاء الله باذن الله يما والحمد لله. وكم من ام لم تلحق تزويج ابنها الشهيد واضطرت لاخذ عزائه في عمر الزهور فقط لوجود احتلالنا يتفاخر بمخالفه القوانين كافه وارتكاب الجرائم. هذا وضع خطر، وضع اليوم احنا عم نشوف انه حتى الدول الاجنبيه على سبيل المثال وزيرة خارجية السويد انتبهت وصرحت بشكل واضح أنه هناك تعدي على الفلسطينيين وخارج القانون، إعدامات خارج القانون. فهذا اليوم اللي عم بيصير جزء منه، يعني حتى اللي مشترك في أي عملية المفترض أنه سهل جدا السيطرة عليه. وإلى جانب معاقبة ذوي الشهداء باحتجاز الجثامين تقتحم قوات الاحتلال منزل الشهيد مرات عدة لترهيب أسرته، تماما كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد عمر سكافي في بلدة بيت حنينة، ما أجبرها على نقل العزاء إلى بلدة الرام شمالي القدس المحتلة. فاتورة جرائم الاحتلال تتضخم، فبات كل يوم حقل تجارب لتطبيق سياسات وأحقاد وأسلحة جديدة على شعب أعزل لا يتعدى بل يدافع عن نفسه من عدوان ممنهج طال كل ما يعنيها وأهمها أرضه ومقدساته. من العاصمة المحتلة كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين. إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته ومرافقه بحراسة شرطة الاحتلال. وقالت مراسلتنا إن الاقتحامات تمت عبر مجموعات صغيرة ومتتالية وأن المصلين تصدوا لهم بهتافات التكبير الاحتجاجية. وكانت منظمات الهيكل المزعوم دعت إلى أوسع مشاركة لعصابات المستوطنين في اقتحام الأقصى تزامنا مع الاحتفالات اليهودية بما يسمى عيد الأنوار. يواصل أهالي 17 شهيدا تحتجز سلطات الاحتلال جثمين أبنائهم الاعتصام أمام مقر الصليب الأحمر في الخليل للمطالبة باستردادها لدفنها حسب الشريعة الإسلامية. للأسبوع الثاني على التوالي يواصل أهالي 17 شهيدا محتجزا لدى الاحتلال اعتصامهم في هذه الخيمة المنصوبة أمام الصليب الأحمر بمدينة الخليل للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم تحت شعار بدنا أولادنا.
الخيمة مستمرة وكل الفعاليات عمالة تتصاعد إلى أن نحقق أهدافنا وهي استعادة جثامين أبنائنا بدون أي قيد ولا شرط، لأنه نريد أن نكرمهم، هؤلاء أكرم منا. جينا هنا للاعتصام في الخيمة مشان استعداد الجثامين، كل الجثامين مش بس ابننا، كل أبناء المحافظة القدس والكرم نابلس خي كلهم شايف، وهذا الاعتصام كان عشان هيك. أهالي الشهداء بالتعاون مع نادي الأسير دعوا من خلال هذا الاعتصام المؤسسات الرسمية بتكثيف جهودهم المبذولة لاسترداد كافة الشهداء والعمل من خلال المنظمات الدولية والقانونية على فضح انتهاك الاحتلال للقوانين الإنسانية. الجهود الشعبية والجهود الرسمية والجهود السياسية الدبلوماسية الميدانية جميعها متواصلة من أجل استرداد جثامين الشهداء. هذا الموضوع يحظى بأولوية واهتمام من الأخ الرئيس، من القيادة، من دولة رئيس الوزراء في كثير من الاجتماعات بإرسال الرسائل والبرقيات، وهناك حقيقة يعني ردود تؤشر بأن المجتمع الدولي والعديد من المسؤولين الدوليين بدأوا يتحركوا بهذا الاتجاه. هي رسالة واضحة من أهالي الشهداء، بدنا أولادنا الجثامين المحتجزة في مقابر الأرقام وفي ثلاجات الموتى والتي هي مخالفة لكل الأعراف الإنسانية والدولية. هذه الخيمة رسالة إلى الصليب الأحمر الدولي أخذ دوره الحقيقي من أجل استرداد هذه الجثامين والانتصار لمبادئ العدالة الإنسانية التي هم من أجلها يعني تم تأسيس الصليب الأحمر الدولي. المعتصمون جددوا رفضهم لشروط الاحتلال والقاضية بتسليم الجثامين ودفنهم ليلا دون مراسم جماهيرية، مؤكدين استمرارهم بهذا الاعتصام على مدار الساعة حتى استردادهم ومواراتهم الثرى بجنازات تليق بمكانتهم. يواصل أهالي الشهداء اعتصامهم الدائم هنا علّه ينهي معاناتهم باسترداد أبنائهم ومواراتهم الثرى وفقا للشريعة الإسلامية. ساري العويوي، تلفزيون فلسطين، الخليل. متابعة الموضوع معنا في الاستوديو الأستاذ سالم خلي رئيس الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، مرحبا بك أستاذ سالم. أين وصلت الجهود من أجل استرداد جثامين الشهداء سواء في محافظة الخليل أو في باقي المحافظات التي ما زال الاحتلال يحتجز جثامين أبنائهم؟ الجهود متواصلة وتتعاظم بفعل الحراك الجماهيري الواسع. نعم. الذي نشهده على امتداد مساحات الوطن الفلسطيني من أقصاه إلى أقصاه، وهي جهود أعطت نتائجها الأولية عندما كان التظاهر الحاشد في الخليل جنبا إلى جنب مع الجهود القانونية التي نبذلها بتحرير 11 جثمانا حتى يومنا من أبناء هذه الهبة، هبة أكتوبر الحالية، وليتبقى حتى يومنا 49 جثمانا محتجزا. تتضافر الآن هذه الجهود الجماهيرية مع الجهود السياسية والدبلوماسية التي نرى بأن من الواجب مضاعفتها وتكثيفها والوصول بها إلى أعلى مستويات الجهد السياسي من القيادة الفلسطينية عبر صانعي القرار في عالمنا، لتتوجه كل الضغوط على حكومة الاحتلال لأن توقف هذه السياسة الحمقاء، هذه السياسة الاستعمارية التي كما أشار الإخوة المتحدثين في اعتصام الخليل لنستعيد هذه الجثامين. أظن أن اللحظة الراهنة هي لحظة صراع الإرادات ما بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي. أستاذ سالم، يعني عملية الاحتجاز ووضع الاشتراطات في ثنايا مثل هذه الأمور في إطار اعتقال وامتهان كرامة الشهيد بعملية احتجازه، ماذا تشتمون من الأهداف التي تسعى إسرائيل من ورائها؟ لابد أن لديها أهداف معينة. بالتأكيد، كما تعلم أخي الفاضل، هذه سياسة قديمة جديدة. صحيح، منذ وكان هناك سرقة أعضاء لشهداء كثر، وهذا يعني ما وددت أن يعني يكون واضح في سؤالي. هذه سياسة قديمة جديدة.
بقيت للأسف قضية الجثامين المحتجزة مهملة ومنسية على مدار عقود من الزمن. نعم. إلى أن اتحدت عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين في إطار الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء التي أطلقها مركز القدس في 27 آب من العام 2008. جهودنا اتسمت منذ الأيام الأولى بالعمل الجماهيري الذي أخرج هذه القضية من عالم الإهمال والنسيان لأن تصبح قضية رأي عام وطني، قضية إجماع وطني أهلي ورسمي. عبرنا به هذا الإجماع نحو التعريب والتدويل، أثمر حتى بداية هذه الهبة عن تحرير 130 جثمانا ليبقى 286 إضافة إلى 49 جثمانا التي احتجزت الآن. الهدف الذي كمن وراء هذه السياسة كما أعلنوا قادة الاحتلال بما في ذلك رئيس حكومة إسرائيل نتنياهو هو روح الردع كما يعتقدون، ليردعوا الشعب والشباب الصبايا الفلسطينيين والفلسطينيات عن مواصلة نهج المقاومة. اكتشفوا مبكرا في هذه الهبة أن هذه السياسة لم تجدي لأنه منذ الاحتلال حتى يومنا لم يتوقف الكفاح الفلسطيني، استمر الكفاح الفلسطيني في هذه الهبة عندما أرادوا بديك الوقت. يعني هل هناك نتائج فيما يتعلق بهذا الموضوع في القريب العاجل حتى يتم إكرام هؤلاء الشهداء بالدفن بالطريقة؟ أنا قلت أن هذا صراع إرادات. أظن بناء على تجربتنا في الحملة الوطنية أن هذه أن ما هو محتجز حديثا سوف يتم إطلاقه وسوف تستعد هذه الجثامين، لأن سياسيا الذي أرادوه مساومة السلطة الفلسطينية على الجثامين بالتهدئة قد رفض، والردع الذي أرادوه لم يتحقق. اليوم في شهيد، قبل قليل في الخليل في شهيد لم يتحقق، والشعب تعاظم جهاده وكفاحه من أجل استرداد الجثامين. بالوقت الذي نواصل في جهودنا القانونية إلى جانب الجهود السياسية هذا سيؤتي ثماره، ربما إن لم يكن غدا فبعد غد. الآن المطلوب تعظيم هذا الجهد الجماهيري السياسي القانوني من خلال توحيد كل الطاقات لتكون جميعها روافد يصب في مجرى الذي أطلقناه على مدار الثمان سنوات الماضية. يعني نتمنى لكم التوفيق وأن يتم تحرير هؤلاء الشهداء المعتقلين إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد سالم خلي رئيس الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، أشكرك جزيلا. أهلا بي. بحث رئيس الوزراء دكتور رامي الحمدالله مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف آخر التطورات السياسية، وأطلع الحمدالله ميلادينوف على انتهاكات الاحتلال بحق المواطنين وممتلكاتهم، وبحث معه تطورات عملية إعادة إعمار غزة، وجدد الحمدالله تأكيده على ضرورة اطلاع مؤسسات المجتمع الدولي بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا. كما بحث رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله مع وفد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستعرض رئيس الوزراء العديد من الخطط التي ستعمل عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة خاصة على صعيد قطاع الاستثمار والمشاريع الإنتاجية التي ستساهم في خلق فرص عمل وتخفيض نسبة البطالة. في طول كرم أصيب 12 طالبا من جامعة فلسطين التقنية بالرصاص الحي بعد تجدد المواجهات مع جنود الاحتلال في محيط الجامعة. منذ ساعات صباح الباكرة تبدأ قوات الاحتلال المتمركزة في معسكرها التدريبي المقام على 23 دونما من أراضي جامعة فلسطين التقنية خضوري اعتداءاتها بحق الحرم الجامعي والطلبة. فباتت قنابل الغاز السام وسيارات الإسعاف المحملة بالإصابات المختلفة جزءا من حياة الطلبة اليومية لتكون بعيدة كل البعد عن الأجواء الدراسية. فاتوا على الجامعة وكان في إطلاق للمسيل بشكل رهيب مش طبيعي لأول مرة بصير،
صبح بدري، وحتى انهم مسكوا طالب وبصعوبة انهم الطلاب خلصوا من بين ايدين الجيش. ثواني بيكون الجيش في قلب الجامعة بتلاقيهم اعتقلوا، بتلاقيهم كسروا، اذوا طلاب، شجر مباني، وتم الاعتداء على طلبة بشكل عنيف، من ضرب، من اصابات برصاص الحي، اصابات برصاص المطاطي، مسيل الدموع اللي كان يدخل للمباني ويأثر على الطلاب وعلى المسيرة التعليمية. مداهمات يومية لقوات الاحتلال تشهدها الجامعة تخلف وراءها يوميا أضرارا في الممتلكات وعشرات الإصابات بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وحالات الاختناق. بتعرضوا لإصابات وبتعرضوا لإطلاق نار حي ومطاطي وغاز على القاعات وعلى حرم الجامعة وممتلكاتها. عدد الإصابات كان غاز نقل ميداني 13، مطاط 3، ميداني حي 8، الأطراف العلوية والسفلية. وبالرغم من الجهود الحثيثة من الأطراف الرسمية والمحلية كافة لنقل المواجهات إلى خارج الحرم الجامعي، إلا أن الاحتلال يتعمد يوميا إشعال نار المواجهة في سياسة لعرقلة المسيرة التعليمية في الجامعة. مشهد متكرر يصر فيه الاحتلال على تحويل الحرم الجامعي إلى ساحة مواجهة غير متكافئة القوى يتصدى فيها الطلبة العزل لآلة القمع الإسرائيلية دفاعا عن حقهم في التعلم في بيئة آمنة. من جامعة فلسطين التقنية خضري طول كرم، ديانا حكمة، تلفزيون فلسطين. أخطرت سلطات الاحتلال بهدم 12 منزلا في حي النقار في قلقيلية. وقال مراسلنا أن جنود الاحتلال اقتحموا الحي وفرضوا حصارا عليه قبل أن يسلموا المواطنين أوامر الهدم بحجة عدم الترخيص. لم يلبث أن التقط المواطنون في حي النقار غرب قلقيلية أنفاسهم بعد أسابيع من إغراق المنطقة بالغازات السامة، حتى أفاق السكان اليوم على عدد من الآليات العسكرية تتجول في الحي وتسلم اخطارات بوقف البناء. اجوا ضباط من الجيش وزعوا اخطارات المنطقة هذه كلياتها، يعني من ضمنها 12 دار واربع غرف زراعية الموجودات هنا. طبعا هذا الاخطار هذا مثل ما انتم شايفينه، والله احنا ما بنعرف يعني شو الخطوات اللي راح تكون فيها اليهود بالنسبة لهذه الاخطارات، اما هي عبارة عن تبليغ مكتوب فيها اخطار يعني وقف البناء او اي منشأة موجودة على الارض. تم ابلاغنا الساعة 9:30 صباحا بوقف بناء لمنزل اخي مؤمن جيدي، وذلك بسبب تواجد الشبان، وأبلغونا يعني بعدم أي يعني وضع أي حجر جديد على الموجود حاليا. الموجود موجود، أما إيش جديد بدهم مش في المنطقة. هذه الإخطارات التي تفاجأ المواطنون بها يتذرع الاحتلال بأنها جاءت بحجة عدم الترخيص، وهذا ما ينفيه أهالي المنطقة، حيث إن كافة المنازل مسجلة بطريقة قانونية، ما يؤكد أن الاحتلال يعد مخططا ما بسبب تواصل المظاهرات اليومية في المنطقة. أنا أعتقد أنه في نفس الوقت اللي بيقدموا فيه لنا إخطارات بالهدم وهدم البيوت وعدم استكمال بنائها، في نفس الوقت بتنزل من عندهم وبيصدروا قرارات بتوسعة المستوطنات وتراخيص لبناء مساكن جديدة في المستوطنات، وهذا إن دل على شيء يدل على رغبة الإسرائيليين بنفينا من أرضنا وإحلال مستوطنين محلنا. وبحسب الأهالي فإن أكثر من 18 إخطارا تسلمها المواطنون يحظر على المستهدفين فيها من تغيير الوضع القائم لأي سبب كان، حيث تنوعت تلك الإخطارات ما بين سكنية وزراعية. ما يحدث في هذه المنطقة يعبر عن التخبط والهستيريا التي تعيشها سلطات الاحتلال، فما فشلت به عسكريا تحاول تعويضه من خلال سياسة العقاب الجماعي. من حي النقار غرب قلقيلية، أنا للجدع، تلفزيون فلسطين. من قلقيلية ينضم إلينا نائب المحافظ سيد حسام أبو حمدي. مرحبا بك سيد حسام. مرحبا بك سيد حسام. ما هو تفسيركم لمثل هذه الإخطارات التي وفقا كما استمعنا نحن المشاهدين الكرام أن لديها ترخيص والاحتلال يدعي أنها غير مرخصة؟ يعني احنا تفسيرنا للموضوع أن الاحتلال أصلا لا يحتاج إلى ذرائع ولا إلى أسباب ولا مبررات، هذه تأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي
والاستهداف العالي اللي تتعرض له مدينة قلقيلية منذ زمن طويل، وأيضا تأتي في إطار الاحتلال يعني مستمر في سياساته المتطرفة والعنصرية من أجل إلحاق الأذى والضرر في مواطنين وسكان أهالي مدينة قنقيلية المحاصرة، يعني ظنا منه أنه ممكن بهذه الأساليب اللي بيستخدمها الهدم والحصار والجدار والاعتقالات واستباحة كل شيء أنه قادر على أنه يعني يجبر أهالي ومواطنين محافظة سكان مدينة قنقيلية إلى الرحيل من مدينة قنقيلية. وهذا بالطبع يعني المواطنين لن يرحلوا، سيبقوا في مدينة قلقيلية، سيبقوا مزروعين وثابتين في أرضهم ويدافعون عن ممتلكاتهم وكرامتهم مهما كانت أساليب الاحتلال ومهما كانت حجم التحديات القادمة من قبل الاحتلال. نعم. وبالتالي في الوقت الذي الاحتلال يقوم بتوزيع إخطارات للهدم والبناء. نعم تفضل تفضل سيد حسام. للهدم والبناء يجيز بشكل مفتوح للمستوطنين والاستيطان بالبناء في المستوطنات والامتداد على حساب الحقوق الفلسطينية وعلى حساب الأراضي الفلسطينية، وهذا بالطبع يعني دليل صارخ على العنصرية والتطرف اللي بيمارسه الاحتلال يوما بعد يوم ضد أهلنا وشعبنا ومواطنينا في إطار تحقيق أهدافه ومخططاته الاستعمارية. طيب. سيد حسام، أمام هذه الإجراءات، ما هي العناصر للصمود التي ستوفرونها والإجراءات لمجابهة مثل هذه الإخطارات ومنع المواطنين من إكمال منازلهم هناك، كما يعني علمنا أنه لا ممنوع عليهم أن يكملوا منازلهم، كيف ستتصرفون وما هي إجراءاتكم؟ نحن يعني أولا يعني جنبا إلى جنب مع إخواننا ومواطنينا في كل المنطقة المعرضة للاستهداف والهدم في المنطقة الواقعة ما بين الجدار وما بين حي النكار، لأنها أيضا هي فقط يعني تتعرض للاستهداف ليس فقط المنازل وإنما أيضا لكونها منطقة حدودية ومنطقة زراعية من الدرجة الأولى، وأيضا هي تمثل سلة خضروات للمواطن الفلسطيني في مدينة قلقيلية، وبالتالي من أجل كسر إرادته وصموده نحن جنبا إلى جنب سنواصل تعزيز صمود مواطنينا بتوفير كل الإمكانيات المطلوبة قانوني من خلال توفير قانونيين وغيرهم للدفاع عن حقوق شعبنا وعن مواطنينا، وسنقدم كل التضحيات من أجل أن ندافع عن حريتنا وكرامتنا وبقائنا وصمودنا على أرضنا ومواطنينا مهما كان ومهما استخدم الاحتلال من أشكال. فليس غريبا على الاحتلال وليست المرة الأولى التي يعني يستخدم الاحتلال هذه الأساليب التي تندرج في إطار الضغط على شعبنا وفي إطار إجباره على القبول بواقع الاحتلال، اللي يعني نعتقد أن الاحتلال يعني نقول له كفى ويجب أن يرحل عن أرضنا ويترك شعبنا. نعم. يعيش ويقرر مصيره بيده وهو قادر على ذلك، ونحن أيضا يعني شعبنا مستعد تماما وجاهز لتقديم كل التضحيات من أجل أن يحافظ على كرامته وأن يحقق حقوقه وحريته كاملة بزوال الاحتلال والحرية والاستقلال وإقامة الدولة القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. حسام أبو حمدي نائب محافظ قلقيلية، أشكرك جزيلا، كنت معي مباشرة من قلقيلية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافيروف أن الإرهاب في المنطقة ناجم عن عدم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها لافيروف خلال كلمة ألقاها بمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي. وصول القضية الفلسطينية إلى طريق مسدود نتيجة تعنت حكومة تل أبيب ورفضها للسلام المتزامن مع تفاقم الصراع في المنطقة الذي يحصد يوميا عشرات الأرواح، دفع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الربط بين الإرهاب العالمي والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، عندما قال في تصريحات له إن الكثير من الخبراء يقولون إن عدم القدرة على حل القضية الفلسطينية طوال عقود هو عامل رئيسي يسمح للمتطرفين بتجنيد أنصار جدد. الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، الوجود الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية هو سبب كل هذه الموجة الإرهابية اللي بتسود العالم،
واللي أساسها الإرهاب المنظم اللي بتقوم بدولة إسرائيل. حل القضية الفلسطينية أصبح يدرك العالم كله، حل القضية الفلسطينية وانسحاب الصين من الأراضي المحتلة عام 67 وتطبيق قرارات شرعية دولية المتعلق بقضايا اللاجئين، بصور يعني سيكون له دور إيجابي كبير في الأمن في المنطقة وعلى مستوى العالم. تصريحات الوزير لافروف جاءت بعد يومين من تأكيده لموقف بلاده دعم القضية الفلسطينية ودعم حل الدولتين وعدم تخلي روسيا عن الفلسطينيين وحقهم في الاستقلال. أعتقد أن الروس هم أقرب إلى الفلسطينيين فيما يتعلق بالموقف من القضية الفلسطينية وفي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لكن ما زالت أدوات القوة غير متوفرة لدى الاتحاد الرؤسي للضغط على إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية، وهذا يتطلب مزيدا من توثيق العلاقة العربية مع الاتحاد الروسي من أجل إبراز ما يمكن من خلال ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية لا الذهاب لمفاوضات جادة فيما يتعلق بعملية السلام. وفي مقابل ذلك قالت مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون في تصريحات لها إنها ليست مستعدة للتنازل عن حل الدولتين، وإن حل الدولة الواحدة ليس حلا وإنما هو وصفة لصراع بلا نهاية. المرشحة الأوفر حظا في الوصول إلى البيت الأبيض دعت إلى تحديث مبادرة السلام العربية. تصريحات تطلق بين الفينة والأخرى تؤكد على أن القضية الفلسطينية جوهر الصراع في المنطقة وستبقى كذلك ما لم توضع على جدول أعمال دول العالم الكبرى لوضع حل عادل وشامل لهذه القضية ينهي الصراع إلى الأبد. هارون عميري، تلفزيون فلسطين. في غزة احتج أهالي الأطفال المرضى ضد قرار إدارة مشفى الرانتيسي التخصصي للأطفال إخلاء أقسامه من المرضى ونقلهم إلى مشفى النصر للأطفال. حكما بالأعدام وصف هؤلاء المحتجون مصير مرضاهم على إثر قرار إداري يقضي بإخلاء أقسام المبيت من مستشفى الرانتيسي التخصصي للأطفال إلى مستشفى النصر، علما بأن هذا المشفى الوحيد الذي يقدم علاجا للأطفال أصحاب الأمراض الخطيرة. بلاش مزايدة على القرار ومجاملات، أنه ما يكتب في قرارات هو اللي بنفذ، ما يأخذ من وعود تلفونية وجوالات لا ينفذ، الآن ينفذ فقط هذا قرار الإعدام لمستشفى الرانتيسي، مستشفى الأطفال التخصصي بما فيها من إمكانيات محترمة، هذا هو قرار الإعدام لها. 13,000 طفل من كافة محافظات قطاع غزة في مهب الريح يعانون من أمراض مزمنة ويتلقون العلاج داخل هذه المستشفى، باتوا جميعهم تحت تهديد هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في 10 من الشهر الجاري. هذا مستشفى يعني وين بدهم ينقلوا يودوا؟ وين الأطفال؟ هذا خاص هذا المستشفى الأطفال الثاني، في جراثيم، في إشي بده ينقل للأطفال اللي زي هيك مريضة عيانة اللي بغسل الكلى. أنا متعقدة كثير من هالنصر، أقول لك ابني صار هلقيت عنده تسنجات، صار عنده ناقص أكسجين، هاي الأدلة كلها معايا بتبين هذا بسبب إيش، تهتيل إنه في النصر فيش حتى تمريض غاد. أحلال مشفى بدلا من آخر وصفه العاملون من أطباء وحكماء وإداريين ونزلاء بالقرار المجحف الذي لابد من إعادة النظر فيه، داعين أصحاب القرار إلى أن ينظروا للحالات المرضية بعين الرحمة. أنا ما برضى، لو بدهم يجيبوا إيش ما يجيبوا، يبدلوا كل المستشفيات، ما ببدل الرنتيسي، ما بطلع من الرنتيسي. أنا جربت النصر، ودوني مرة على النصر يوم واحد، تاني يوم الولد راح على العناية المركزة. لكل إنسان، لكل كائن حي شارك في هذه الجريمة اللي هو عملية اتخاذ القرار من غير دراية مسبقة، من غير عملية تحليل لهذا القرار، فهو غير قادر على اتخاذ القرار مع احترام لأي شخص كان مسؤول عن هذا القرار. الأطفال ذوي الأمراض المزمنة بين سندان القرار ومطرقة تنفيذه، رافعين بينهما شعارات رافضة لهذه السياسة علها تصل ضمائر من اتخذ القرار. لتلفزيون فلسطين، إسلام الزعنون. قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقة إن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفع إلى 520.
ليلة بعد ضحاها يرتفع عدد الأسرى الإداريين داخل أقبية سجون الاحتلال، فقد وصل عددهم إلى أكثر من 520 أسيرا في ظل الهبة الشعبية المستمرة منذ أكتوبر المنصرم، والذي يحاول الاحتلال إخمادها بشتى الوسائل والطرق كجزء من السياسة الإسرائيلية في العقاب الجماعي وحملة الاعتقالات وفي الإعدامات الميدانية المستمرة، حتى صعد عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى 520 معتقلا إداريا، من بين ذلك 5 قاصرين وأسيرتان معتقلات إداريات ونائبين ما زالوا قيد الاعتقال الإداري. الاعتقال الإداري الذي بدأ العمل به في ظل الانتداب البريطاني وتورثته حكومة الاحتلال وطورته وفق أهوائها وسياساتها الإجرامية بحق أبناء شعبنا، يخضع الأسير إلى فترة اعتقالية غير محددة تعتمد على ملف سري يعده الحاكم العسكري، ويبت الحكم فيه رجل عسكري بزي قانوني يدعي أنه قاضي العدل، وما هو إلا أداة لتنفيذ أوامر رجال المخابرات في دولة الاحتلال التي تتلذذ في انتهاكاتها الدولية ليل نهار. نحن نقول أن الشكل الذي تمارس دولة الاحتلال من الاعتقال الإداري هو منافي للقانون الدولي ومعايير القانون الدولي. للأسف اتفاقية جنيف الرابعة أتاحت استخدام الاعتقال الإداري، ولكن ضمن شروط ومعايير محددة تقوم قوات الاحتلال باختراقها، مثلا معرفة سبب الاحتجاز، توفير محاكمة عادلة، عدم إخضاع المعتقل لفترة طويلة. اتفاقية جنيف تتيح الاحتجاز دون محاكمة ولكن لمدة قصيرة جدا. القانون الدولي الذي ينص مصارحة في حقوقه المدنية والسياسية على حقية كل شخص معرفة أسباب اعتقاله والتهمة الموجهة إليه، وأن يتم محاكمته بحضور لجنة وبصورة علنية ويحتجز في ظروف ملائمة وتراعى حقوقه الإنسانية، كل ذلك لا يجد مكانا في لوائح القوانين الإسرائيلية إن صح تسميتها بالقوانين، بل هي تندرج في لوائح الجرائم البشرية، ما يستدعي الجهات الحقوقية والقانونية بالتوجه إلى المؤسسات والمحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال وقادته الذين يجدون صناعة الموت للأبرياء. موسى حسين، تلفزيون فلسطين. في تلك الأثناء أصدرت محكمة عفر العسكرية قرارا يقضي بسجن النائب في المجلس التشريعي خالد جرار 15 شهرا وغرامة مالية قدرها 10,000 شيكل. ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحكم الذي أصدره الاحتلال على النائب جرار بالجائر، والذي يعتبر جزءا من الإرهاب المتواصل ضد شعبنا. طالب ذوو الأسرى خلال اعتصامهم الأسبوعي في غزة بإطلاق سراح أبنائهم من سجون الاحتلال ووقف الانتهاكات ضدهم، مؤكدين في الوقت ذاته دعمهم المطلق للهبة الشعبية. أنا بهب سلام لابني ولكل الأسرى والأسرات داخل السجون، ولي سنتين ونص محرومة من الزيارة، كل زيارة في سجن ريمون كانوا يسجلوني ويوم الزيارة يرفضوني، إلى متى هذا يعني؟ لا زالت دولة الاحتلال الإسرائيلي تمارس أبشع صور الابتزاز والحرمان ضد المعتقلين داخل سجونها بحرمانهم وذويهم من الزيارة، في الوقت الذي يتعرضون فيه لشتى أنواع التنكيل والقهر في غياب رقابة دولية تضع حدا لهذه الانتهاكات. بطالب المؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر يدخل ملابس لأبنائنا، لأن في عز البرد القارس ممنوع تدخيل ملابس أو أغطية لأبنائنا في داخل السجون، وإدارة السجن داخل يعني ضغط عليهم. خلال وقفتهم الأسبوعية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، طالب المعتصمون الجهات الدولية بضرورة الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها ضد المعتقلين، داعين أبناء شعبنا إلى التكاتف للوقوف في وجه هذا الاحتلال الفاشي الذي يهدف إلى اقتلاعنا من أرضنا بالاحتلال والاستيطان. نحن الفلسطينيين والفلسطينيات من هون من هذا المكان، أهالي الأسرى والشهداء والشهيدات والأسيرات، وفي ظل انتفاضتنا المجيدة التي نقول إنها جاءت حاجة موضوعية وضرورية للرد على هذا الصلف الاستيطاني الصهيوني الفاشي الذي يستهدف اقتلاعنا من الأرض، ونقول نحن مصرين على حقنا الطبيعي
في إحقاق هذا الحق وثوابتنا في دولة مستقلة خالية من هذا المحتل والاستيطان. منذ الهبة الجماهيرية المتواصلة التي يرفض فيها شعبنا هذا الاحتلال الجاثم على أرضنا، زادت سلطات الاحتلال بشكل ملحوظ في اعتقالاتها للأطفال والنساء، مع عدم مراعاة حداثة سن هؤلاء الأطفال بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني. أسرى الفلسطينيين ازداد عددهم منذ الهبة الجماهيرية من 5000 لأكثر من 8000 ونيف. عدد الأطفال ازداد. السجون الإسرائيلية تحولت إلى مستشفيات لهؤلاء الأطفال لأنهم جلهم مصابوا برصاص حي وانتقلوا للاعتقال، وهذا بظروف يعني غير إنسانية. إن سياسة القمع والحرمان التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المعتقلين تأتي في إطار الحرب الإسرائيلية المعلنة على شعبنا لثنيه عن المطالبة بحقوقه المشروعة لنيل حريته واستقلاله. من مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، محمد أبو حطب، تلفزيون فلسطين. أكد المشاركون خلال عدد من الفعاليات دعمهم حقوق شعبنا العادلة، خاصة إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. يوم المهندس الفلسطيني مثله مثل أي يوم يستفيق فيه المهندس على حرمانه من حقه في مزاولة مهنته. الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين في لبنان أقام في يوم المهندس الفلسطيني احتفالا في مستشفى الهمشري بصيدا، توجه المشاركون فيه بالدعم والإسناد إلى أصحاب المهن وكافة العمال على أرض الوطن في ظل التضييقات التي تواجههم من قبل قوات الاحتلال. كذلك أكدوا ضرورة وحدة الصف لمن يواجهون مصيرا واحدا. إنها المرة الأولى التي تجتمع الفصائل على استراتيجية موحدة للمواجهة، وهذا بداية أمل كبير لإنهاء الانقسام الوغير والتمسك بالوحدة الوطنية الفلسطينية، والتي بدونها سيكون الوصول لأهدافنا في الحرية والاستقلال صعب المنال. المقدسيين اليوم بحاجة لدعم صمودهم، وغزة بحاجة الجريحة والمحاصرة والخليل المحاصرة ونابلس ورام الله ومناطق 48 اليوم التي تسن فيها القوانين الجائرة والعدوانية من قبل حكومة الاحتلال الصهيوني. المناسبة التي تحولت إلى لقاء تضامني مع الشعب الفلسطيني لم تغب عنها معاناة المهندس والعامل في مخيمات لبنان. هناك على الأقل 30 أو 31 مهنة لا يستطيعون العمل في لبنان، وهذا لا يبشر بالخير، لأننا لا يمكن أن نقوم إلى جانب الشعب الفلسطيني وجانب القضية الفلسطينية ونحن نحرم الفلسطينيين في لبنان من حقوقهم الإنسانية والمدنية. في بيروت أقامت المؤسسة الدولية جنيفا كول بالتعاون مع هيئات محلية مؤتمرا بشأن وضع الأطفال في النزاعات المسلحة وخصوصا في مخيمات لبنان. فلسطين في كلمتها نجحت في توجيه الأنظار إلى ما يتعرض له الطفل الفلسطيني من اعتقال وتعذيب وإعدامات ميدانية على يد الاحتلال الإسرائيلي. ما نشهده في هذه الأيام من ممارسات بحق أطفالنا في فلسطين منذ بداية شهر تشرين الأول منصرم ولغاية تاريخي هي واحدة من أكبر حملات الاعتقال، حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال أكثر من 1300 طفل قاصر، وبقي منهم في المعتقلات لغاية الآن 430 طفل، كما أن 90% منهم تعرضوا خلال الاستجواب لأساليب تعذيب وحشية. المؤتمر الذي أقيم بمشاركة دبلوماسية واسعة وبحضور هيئات دولية في الحمرة تم فيه التأكيد أن من حق الطفل الفلسطيني أن يعيش في بلد سيد مستقل ذي سيادة، كما تطرق إلى افتقاد الأطفال في مخيمات لبنان إلى مقومات الحياة الكريمة. في النزاعات المسلحة أطفال فلسطين كما الشعب الفلسطيني يتعرضون للإرهاب والاعتقال والقتل والتعذيب على يد آلة الاحتلال الإسرائيلية. من منطقة الحمرة في بيروت، زين عبد السمد، تلفزيون فلسطين. احتفلت مدينة الناصرة بإضاءة شجرة الميلاد، وذلك إذانا ببدء الاحتفالات الخاصة بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. ثلاثة واحد
بأجواء احتفالية جمعت المئات من أهالي الناصرة وزائريها، افتتحت مدينة البشارة في الداخل الفلسطيني موسم الأعياد المجيدة بإنارة شجرة سرو طبيعية في قلبها، لتكون أولى بوادر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. بحب أحيي شعبنا الفلسطيني وين ما كان، إن شاء الله أيامه بتكون كلها أعياد ومحبة، وهالعيد الميلاد هذا هو عيد الكل، عيد خصوصا الشعب الفلسطيني اللي ما ماخذ حقوقه، بتأمل انه من رب المجد المولود بمغارة بيت لحم انه يمس قلوب العالم تينظروا لهالشعب ويعطوه الحق تبعه. هاي المدينة مدينة الناصرة، مدينة المحبة، مدينة التاخي، عاصمة العرب، هاي مدينة البشارة، هاي المدينة اللي كل العالم بنظر لهي المدينة ومستقبل هاي المدينة. فأنا بقول لكل العالم أنه المدينة بخير، أهل الناصر بخير، وإحنا بالنسبة لنا هاي بس بتوحد الناصر، بتوحد أهل الناصر. بالنسبة لنا الوحدة واللحمة والمحبة هي أهم من كل شيء. احتفال جمع أطفال المدينة وكبارها ليلتفوا حول هذه الشجرة التي أضحت إنارتها رمز من رموز العيد في الناصرة التي شهدت البشارة الأولى للسيدة العذراء، وسط أجواء من التفاؤل عمت على الأهالي بعد فترة عصيبة مرت فيها هذه المدينة في الهبة الشعبية الأخيرة. الأجواء سعيدة جدا زي ما أنت شايفة، الناصرة سعيدة في ميلاد المسيح. إحنا مشكة تاني، احنا عايشين الألم الفلسطيني اللي بعيشه الشعب الفلسطيني والشعوب التانية في المنطقة كلها، لكن هذا بمنعش ان نعيش لحظات فرح كمسلمين وكمسيحيين في هاي المدينة المقدسة. احب احكي للكل انه يكون مبسوط بهذا العيد، ورغم انه في اشياء مدن التانية لازم بقدر عليهم يساووا بهذا العيد. موسم افتتح بإنارة الشجرة التي ستليها احتفالات عدة وأسواق خاصة بالأعياد المجيدة في شتى قرى ومدن الداخل الفلسطيني ومدينة البشارة بشكل خاص. فرغم تعدد المناسبات يبقى للعيد في الناصرة طابع خاص، بعد أن أضحى موسم الميلاد تقليدا تتميز به وتجذب من خلاله الزوار من شتى أقطاب العالم. رغم الظروف العصيبة التي تمر على العالم العربي والفلسطينيين بشكل خاص، لا شيء يسع هذا الحضور سوى تفاؤل بعام مجيد ملؤه سلام، سكينة وعدالة. من مدينة الناصرة، سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين. أشاد رئيس لجنة بلدية نابلس سميح طبيلي بدور الاتحاد الأوروبي في دعم المشاريع الحيوية والهادفة إلى تطوير المجتمع وتنمية قدراته المختلفة. جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية شراكة بين البلدية والاتحاد الأوروبي بهدف تشغيل خان الوكالة الأثري في البلدة القديمة في المدينة. اتفاقية شراكة بيننا وبين UNDP عشان تشغيل مشروع خان الوكالة. زي ما انتم عارفين خان الوكالة يعني أثر وموروث تاريخي لفلسطين ونابلس تحديدا، وبالنسبة لنا كتير مهم جدا كان إعادة إعماره. وقبل ختام النشرة أذكركم بالعناوين. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الخليل بحجة طعنه جنديا من قوات الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي. أهالي 17 شهيدا في الخليل يواصلون اعتصامهم للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم. والاحتلال يخطر بهدم 12 منزلا في قلقيلية بحجة عدم الترخيص. ختام النشرة، لكم التحية وإلى اللقاء.